خلالها تداول رواد مواقع التواصل صورة، هذه الصورة جميلة صراحة، نشرها الباحث محمد بن حسن الحريصي، بيّن من خلالها في التعليق أنه رغم صعوبة الظروف اللي واجهها صيف 2018 إلا أنه توكل على الله، ثم الإيمان بالقدرات، أن التوكل على الله والإيمان بالقدرات تصنع المعجزات. في عام 2018 أجبر محمد حريصي على الانسحاب من الجامعة أثناء الماجستير، أما لما وصل لعام 2020 تم توقيع عقد العمل في نفس الجامعة بعد حصوله على الماجستير وإتمام الترم الأول من الدكتوراه. طبعاً إحنا نتكلم يا عبد العزيز، الجامعة هي جامعة في شمال تكساس، نورث تكساس، مصنفة من أفضل 100 جامعة في أمريكا، وهي من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم بالنسبة للكلية، كلية الصحافة. طبعاً هي تأسست 1945، تعتبر من أقدم كليات الصحافة، أول تعيين لسعودي وعربي أيضاً على هذا المنصب كمعلم داخل هذه الكلية، ما شاء الله. طبعاً قصة جميلة. صحيح. وأنا من الأشخاص اللي يعرف محمد يعني شخصياً، نفخر والله بمحمد، فهو ابن من أبناء الخرج، ومنذ أن كان يعني في الخرج وهو خادم لهذه المحافظة إعلامياً، نماذج مشرفة من أبناء الوطن. وإحنا نشر في برنامج أخباركم من داخل حول هذا النجاح مع الأستاذ محمد بن حسن الحريصي، عضو هيئة تدريس بقسم الإعلام والتصوير جامعة الملك خالد وكلية الصحافة بجامعة شمال تكساس. حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياك الله عبد العزيز، وحيا الله أخوي عبد الحكيم سيف، جمعتنا الخرج وأيضا تجمعنا المجد أيضا. أنا أتشرف أني أكون اليوم معكم، أيضا تشرفت أني عملت في هذه القناة في من عام 2010 إلى عام 2014 تقريبا، فلها الفضل علينا سواء الخرج وأيضا المجد. حياك الله يا محمد، وسعيدين بسماع صوتك. بداية ودنا أن نتكلم في البداية عن ما وفرته لك المملكة العربية السعودية بابتعاثك إلى الخارج، ثم ندخل عن القصة هذه، تفضل. والله لو بتكلم بالتفصيل عن اللي وفرته لنا كمبتعثين الحكومة السعودية شيء عظيم جدا، ما توقعت في حلقة. لكن أنا قبل المداخلة دخلت سويت تشيك سريع جدا، بأذكر لكم فقط المبالغ اللي صرفتها حكومة خادم الحرمين الشريفين على محمد حريصي كمبتعث، ونفس المبالغ صرفت على جميع المبتعثين بلا استثناء. طبعا من عام 2016 إلى الآن 2020 صرف علي أنا شخصيا في المكافآت الشهرية 172,800 دولار، في الرسوم الدراسية صرف 82,000 دولار، المجموع فقط في المكافآت الشهرية والرسوم الدراسية تجاوزت 1,000,000 ريال سعودي. هذا لي أنا كمحمد حريص، بغض النظر عن عندنا تذاكر سنوية عودة للمملكة، عندنا بدلات تميز، عندنا بدلات مؤتمرات، عندنا تأمين صحي يغطي 100%. وللمعلومية حتى أعضاء الكونغرس في أمريكا تأمينهم الصحي يغطي من 80% إلى 85%، إحنا كطلاب مبتعثين من المملكة العربية السعودية تأميننا يغطي 100%، أتكلم عن التأمين الصحي. تبارك الله ما شاء الله. يعني محمد إحنا نتكلم عطاء بلا حدود. يعني محمد إحنا نتكلم عن استثمار في العقول، وهذا الاستثمار فعلا اليوم قاعدين نشوفه قاعد يتحقق في عدد من الشباب اللي قاعدين يعني يمثلون المملكة في كافة الدول اللي يبتعثون لها. احنا نتكلم في قصتك خلينا نسميها القصيرة الطويلة، انت الآن على بعد خطوات من الدكتوراه، ومن خلال التحول اللي صار عندك من طالب مستغنى عنه إلى عضو هيئة التدريس، ممكن نوجزها في قصة قصيرة؟ والله هي القصة امتدت لتقريبا سنتين، لكن أنا بأوجزها إيجاز شديد جدا. في عام 2000 في صيف 2018 أنا أخذت مادة معينة، وكان عند الله يهديه مدرس شوي عنصري، فحصلت مشكلة معينة فرسبني في المادة، وكتب توصية للقسم وتوصية لإدارة الجامعة بأن الطالب هذا لابد من الاستغناء عنه لأن لغته الإنجليزية ضعيفة جدا، لا يمكن أن يكمل هنا، لابد أن يرجع يدرس في بلده. بالفعل في صيف 2018 تم الاستغناء، أرسلت لي الجامعة خطاب الله يعطيك العافية ممكن تتوكل على الله تشوف جامعة ثانية. أصريت على العودة، بذلت كل اللي أقدر عليه أني أرجع، وفعلا رجعت، حولت من القسم، كان قسم مهتم في الإعلام بشكل عام، حولت إلى الصحافة. كان تحدي، أنا كنت تقريبا العربي الوحيد في القسم، دخلت في القسم حاولت أني أثبت نفسي، كملت في القسم تقريبا سنة ونص،
في السنة ونص هذه نشرت تقريبا 9 أبحاث في مؤتمرات علمية في أمريكا، من ضمنها مؤتمر البي إي إيه، يعتبر من أقوى المؤتمرات في الصحافة. أخذت جائزة المركز الأول كأفضل بحث في المؤتمر في عام 2019. تخرجت من الصحافة كالأول على الدفعة، كملت دكتوراه في نفس الجامعة. في الصيف هذا يعني على بعد صيفين من رسالة الاستغناء طلبوني الجامعة أني أبدأ من العام القادم كعضو هيئة التدريس، وفعلا تم توقيع العقد قبل تقريبا 3 أو 4 أيام، وراح أبدأ إن شاء الله. هذه باختصار شديد جدا اللي حصل في عامين. طبعا في قصص كثيرة لم تروى أو تفاصيل دقيقة، لعل يجي الوقت لروايتها، لكن كان بعد التوكل على الله عز وجل، دعاء الوالدين، أيضا ما لمسته من كلية الصحافة، البروفيسور كوجي هوزيه، البروفيسور جيم ميولر، أيضا كيرا جرين، دعموني بشكل كبير جدا. لكن التوكل على الله ثم دعوات الوالدين كان لها تأثير في التحول العظيم اللي أسميه في حياتي، ولله الحمد. يا سلام ربي. صح أنها والله قصة قصيرة لكنها ملهمة جدا يا محمد، وأكيد أنه في عديد من الطلاب ممكن تعرضوا لشيء مما تعرضت له. ودنا برسالة تقدمها لطلبة المبتعثين وكذلك المقبلين على الابتعاث في المرحلة القادمة. والله الرسالة اللي مبتعثين موجودين حاليا سواء في أمريكا أو في دولة أو في أي دولة ثانية، أنتم شاهدتم الطلاب هنا، أنا أصحابي اللي هنا الأمريكيين في بلدهم في أمريكا، الواحد يشتغل من وظيفتين إلى 3 وظائف عشان يأمن قيمة دراسة. أنت مأمر لك قيمة الدراسة ومبلغ مكافأة شهري وخدمات عالية جدا. لذلك رسالتي للطلاب المتواجدين حاليا 3 كلمات: بلادكم ثم بلادكم ثم بلادكم. المملكة العربية السعودية أعطتكم عطاء بلا حدود، لابد أن إحنا نضحي بالغالي والنفيس أن نرد الدين هذا، ومهما فعلنا ما راح نرد ولا 10% من اللي أعطته المملكة. بالنسبة للطلاب اللي راح يبتعثون، في فرصة جميلة للتعرف على الثقافات، للتعرف على العلم ودراسته بطريقة ثانية، هي رحلة ممتعة جدا. حط في بالك أن أنت طالع رحلة ثقافية علمية اجتماعية تاريخية، راح تغير كثير في حياتك. صحيح. واستمتع برحلتك. يا سلام. يعطيك العافية محمد بن حسن الحريصي، عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام والاتصال في جامعة الملك خالد، وفي الخارج في كلية الصحافة في جامعة شمال تكساس. شكرا جزيلا لك. لما راهن سمو ولي العهد بشباب هذا الوطن وقال عندهم همة مثل جبال طويق، عز الله ما كذب، عز الله أنه فعلا رهانة كان في مكانه، وفعلا يعني لقى شباب يعني أمامهم طريق يعني لا يمكن أحد يوقفهم، لأن عزيمة كل شخص أنه فعلا يمثل بلده خير تمثيل ويمثل نفسه ويقدم نفسه بصورة حسنة فعلا.